أطلقت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية بقرية المنايف التابعة لمركز أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية يأتي ذلك بتعاون بين المؤسسة وجامعة قناة السويس بهدف تقديم خدمات طبية شاملة ومجانية للمواطنين تواصل مؤسسة حياة كريمة جهودها في مختلف القرى والمحافظات من خلال تدشين عدد من الفعاليات والخدمات التنموية وتقديم جميع المساعدة للأهالي في جميع المحافظات وكذلك إطلاق المبادرات المختلفة لخدمة المواطنين وانطلقت قافلة طبية إلى قرية المنايف التابعة لمركز أبو سوير بمحافظة الإسماعيلية وذلك بالتعاون بين المؤسسة وجامعة قناة السويس لتقديم خدماتها من كشف وعلاج بالمجان في أحد عشر تخصصا مختلفا النهاردة بنقدم اكثر من 11 تخصص طبي من خلال القافله الطبيه اللي بنتعاون فيها مع جامعه قناه السويس ايضا عندنا يعني التخصصات اللي موجوده رمض وعندنا اطفال وعندنا بطنه وعندنا نساء توليد وعندنا تخصصات كثيره جدا بالاضافه لتقديم كافه الادويه اللازمه ليها القافله تضم 11 تخصص والكشف بالمجان والعلاج بالمجان وعندنا قافله بيطريه وقافله زراعيه واي حالة بتحتاج تحويل للمستشفى العام بنحولها وبنتابع الحالة لغاية ما نخلص كل حاجة. واسفرت الجهود المبذولة عن توقيع الكشف الطبي على 674 مواطنا في خطوة تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية الأساسية للسكان في المناطق الريفية. عندنا أكثر من 11 تخصص مختلفين بنقدمهم ككشف وعلاج بالمجان بيرافق هذه القافلة أيضا القافلة الطبية البيطرية. اللي هي برضو بتتنقل بين القرى او بين العزب الموجوده في المركز لتقدم خدمه الكشف والعلاج بالمجان على الحيوانات يرافق هذه القافله ايضا قافله الارشاد الزراعي اللي بتقدم برضو الارشاد الزراعي لاهالينا وبتقدم بعض الأدوية والمبيدات بالمجان لأهالينا الزراعيين واستعانت الجامعة في القافلة الطبية بخبرائها وأساتذتها في شتى المجالات لتوفير الخدمات لأهالي قرية المنايف في جميع التخصصات لخدمة الأسر الأكثر احتياجاً